خلافات عميقة ممنهجة عمل تنظيم داعش الإرهابي على ترسيخها في المجتمع في مدينة الرقة عاصمة خلافته المزعومة التي روج لها أثناء احتلاله للمدينة. وقعت هذه الأعباء على ديوان العدالة الاجتماعية في الرقة الذي يمثل اليوم دورا إيجابيا كبيرا في فض النزاعات والخلافات بين مختلف أفراد المجتمع. طبعا كما تعلمون تم افتتاح ديوان العدالة الاجتماعية في الرقة بتاريخ 20/10/2018، واستطعنا خلال هذه الفترة الوجيزة حل أكثر المشاكل الشائكة لدى المجتمع، وكان إقبال الناس جيدا لديوان العدالة الاجتماعية في الرقة، حيث استطعنا أن ننال خلال فترة قصيرة ثقتهم ولاقت القرارات القضائية التي كانت تصدر عن ديوان العدالة ولا زالت القبول الجيد لدى أبناء الرقة. يتوافد المراجعون إلى ديوان العدالة في الرقة لمتابعة قضاياهم، وتتم المعالجة عن طريق لجان الصلح بهدف فض الخلاف بالتراضي بين المتخاصمين. أما تلك القضايا التي يستعصي حلها فتحول إلى المحكمة ليتم البت بأمرها. ويمثل ديوان العدالة الاجتماعية في الرقة جسرا للتسامح بين المواطنين، كما يعتبر الحل الوحيد لضمان حقوقهم وممتلكاتهم من أي تعديات يتعرضون لها. طبعا تعلمون أن الدعاوي تمر بتسلسل إداري أثناء قيدها أمام ديوان العدالة الاجتماعية في الرقة، فهي ابتداء تقيد أمام لجان الصلح، حيث تعمل لجان الصلح في الأحياء وإدارة لجان الصلح بشكل جيد في حل هذه المشاكل، وكان لهم دور إيجابي وفعال في حل أغلب القضايا دون أن تمر على ديوان العدالة الاجتماعية، حيث تم حل هذه المشاكل عن طريق الصلح والتوافق بين الأطراف، ويتم صدور سك صلحي بين الطرفين، مما خفف العبء الكبير عن مراجعة المواطنين للمحاكم. والله بالنسبة لديوان العدالة الاجتماعية بالرقة هون يعني عم مشي أمور الناس بشكل عام، ونحن حسب ما أنا شايفين أنه المعاملة كويسة، وعم يعني يستجيبوا لطلبات اللي بدهم يشتغلوا للدفاتر العائلة، اللي عنده مشكلة، اللي بده يعني عنده محكمة يريد مثلا يشتكي على له حقوق، يعني الشباب ما لهم قصرين يعطيهم العافية، وفي استجابة يعني رغم انه في ضغوطات عليهم، تعرف انت المدينة طالعة من حرب، والحمد لله يعني مقبولة بالنسبة للوضع، شوي شوي عم يتحسن الحمد لله رب العالمين بالنسبة للشغل المحكمة يعني. وأنا هلأ جيت بشان دفتر عائلة وأموري ماشية يعني بنسبة تقريبا 70%، بس إنه هلأ عم نحاول نخلص آخر مرحلة اللي هي ناخذ الورقة عن نفوس، ده شيء يصير بشكل رسمي الزواج تمام وأطلع دفتر عائلة، ويعطيكم العافية.